صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الصلاة في الوقت الذي بين المغرب إلى العشاء يعتبر من قيام الليل؟ هل يقول أحسن الله عليكم: هل الصلاة في الوقت بين المغرب والعشاء يعتبر من قيام الليل؟ نعم، قيام الليل من حين يصلي المغرب إلى أن يطلع الفجر كله من قيام الليل. فإذا صلى بين العشاءين، تنفل بين العشاءين، فهذا من صلاة الليل. نعم، انتهى، أحسن الله.